يبا ها اقول لك، يقول لك مجلس الامه هالسنه غير. طير؟ ايش في طير؟ يبا اي طير، انا اقصد الانتخابات. الانتخابات الثعلب فات. يبا اي ثعلب؟ ايش فات؟ اي ثعلب يبا؟ قصه هي يعني مجلس الامه. مجلس الامه المخمه، المخمه كل مره تنكسر امك. انا راح اصلحها. صلحوها انتم. لين متى انا قاعد اشتغل بالبيت؟ الكلام بما معناه ان مجلس الامه راح يقضي على الفساد. زياد؟ وطارق بن زياد مات مو بطيء. اي طارق بن زياد؟ يبا انت شنو ما تسمعني يبا؟ شلون؟ انت ما تسمعني؟ هي يا يبا روح شوف شغلك روح. انا هذا الراد مو راضي القط ترى. والله الزيتونه، والله انت والله الزيتونه ما تفهمون انتم.